إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي، من يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أيها الأحبة، وحنكهن لنا واحدة عوضة، البلاء لا يتخطى الصدقة. بلاء يصدق ما قدبته أما حقه ما دافته معناه حلقه هذا قفك واحد صدق يسته ولا درس واحد وصدق يسته بلا هذا يكسو فوضها يسو أما يكسو سعته صدق هذا يعني كحجاب يسا أو قاشان أي ونقول يسا بفضل الله تعالى. أليك صدق هذا قرآن كوحكو يميت معنا فربضا تقريبا أفر معايا يكو يميت وحكم إذا صدق هذا المرك قار اللي هو نجده إنه يتهز كذا سيقول له إنه يأخذ من أموالهم صدقة كقاد محمد وحوله كقاد صدقة الله زكوه صدقة الله بعد وحين نقول صدقة واجبة ولكن ما حدد سنة يعني قيمة يما إن لبحي إلهي مو حدد من صدحات هو صدقة أو تطوعي قف قسك صدقة يستو إلهي ودواء سبحانه وتعالى صدقة أفراده وقرآن مركز قيمة وحكمة قفك حوق يسا إنو ضدك ونابو وسمية وحكمتها إنو حوق يسا صدقة يستي صدقة أيها الأحبة وحلالة هي فوائدة فربضا فائدة فربضا أيها هي سيدنا أغنى هنا الله سبحانه وتعالى أصلع يا أبو ري خيرك إشركة سبحانه وتعالى ودون كدعا خير إشر الله سبحانه وتعالى إذن كي سيئو مشي أدي سيئو كدعا إلا أنه قرآن كو حكو الشيغي ضدك واحد تابت أما أصيب خير أما شر الله حقي سيئي كيما ذين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قفك صدق يستع وقفرت وحكو سفوة يا سفوين وناكسا يعني قفك وحبح صدق هرتا وحصدق يستع له درس وبح صدق حكم دي هاي ضدك أخلاق ده وناكسا له ده بيعاد في عن له صدق هذا وحكا حجاب يساء أمريكا قاد يساء أمريكا فيد يساء بلايك ودك تي أذيق إيو غير كذا يحول هذا إيو يو كود دكتي أي كان قادسا بفضل الله تعالى من حمنا كمال المليسد وخاتم حمى كمال المليسد النبي صلى الله عليه وسلم وحكسونا ذي إنه الله سبحانه وتعالى هو أمري نبي يحيى عليه السلام خمس كلمات شن أيو الله أمر النبي يحيى عليه السلام وحكم له النبي يحيى وحقوب كيس كل هاي وأمركم وحو إله سبحانه وتعالى يدين يحيدون فري ما يدين كأمري بالصدقة إن ذو بحثتان وحلم توقف كوح بحثة سيد يقف عدو قعنت هذا كده عه ملك عدو قعنت هذا كده عنه قامها كحرين مل أي جيين إربنا إني إني دلان مقرت وديريان مركز وحوس كفرت حوله وأسجى هنتيي أما إله وسي سبحانه وتعالى مرك حوله وشجعي أي قفكي ديين حوله كقاتل سبحان صلى الله عليه وسلم وحده هي سياسة لم تهي قفك بحثة صدقة مركة معناها مصيبة أما بلاية يكسو دكتو أيو أساس أوبد بادر بفضل الله تعالى الإمام القيم رحمة الله حديث كاس وحديث صحيح الجامع وكوري الإمام الألباني وليه صحيح أحمد والترمذين يسو صاري ابن القيم رحمة الله عليه أسو حديث كان شرح وحو كقولي أما وحو رهي وحو رهي هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده أرى أيضا حديث الشرح وعوده كان وشيء جراه أمدعه وحقيقة ربع يليه وحن الدليل ويليه ووحدعه صدق هذا وحليه وحلاله تأثير عجيب صدق هذا وح كل هذا تأثير عجيب أي كل هذا إن قفك أي كحجابته بلايا كسر سعتي بفضل الله تعالى كده بحليه حتى نك صدق استها هذا ننفجر أما ظالم هالنقطة حتى كافر هالنقطة دو واحد صدق يستو بحولية هاي صدق داس كاشان أيه نقول إنسان بلايك وسوسعتي أيه كحجابي سا بحولية من القيم أسوأ ذلك السيوته فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواع من البلاء
الله سبحانه وتعالى وحوكا حجابا يا انكبدا بلايو وفربدا ايوكا حجابا يا وحولاية كنا وارن معلومة ددك اي قانان علماني واي قانان عاماني واي قانان اي ددك الوكونا الواي قانان كل وحيسكوا فاقسين ايو ليهي ان صدقاء ايكا حجابي سو بلايو كبوسو سعتي لانه حولاية بالقيم لانهم جربوه لانه واي جربين وهو حقيقة او جرى ايو ليهي وحكولا يا واحد دليل هو إيه أو كوجو فلان أيولاه هاي النبي صلى الله عليه وسلم مثال أسوأ قاتي صدق هذا قفك بحصده نن على وقعنته هذا كله عه أيقول روان إني قرتو دراين دلانه حوله يسوس كفرتي والنبي مثال أسوأ قاتي نسي تقب حصده أيولاه هاي أرد سوى أرن واضحة أو نوقف فلان أيولاه هاي رحمة الله عليه أيولاه هاي مكاس أيولاه هاي فإن صدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى صدق هذا قفك عذابت الله إيك كل نساء فإن حليه لأن ذنوبتي معاصرة قفك ويهلاك نساء ذنوبتي معاصرة قفك كل عي ومعناه وكوه لك سملها أي كدق نساء كبد بعد نساء مركز حليه صدق هذا يا بد بعد نساء عذاب الله أي كبد بعد نساء كتاب حكو شيء أرجس ابن القيم أريد أن سؤال أخنا حكو شيء كتاب له الواب الصيب الصدق أيها الأحبة قفك بلايد عليك حجابته وطن شيغي أما كان ريبته بفضل الله تعالى نبي عليه السلام حديث أنس وحكو لهي إن الصدقة لتطفئ غضب الرب صدقة هذا واحد مساء عرض على قفكنا حمان يعني لمشى حمكم لمناي ابن باز ملكو حديث كان شرح وحكو لهي ميتة السوء وحاول إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وحكو لهي قفك السوء لا أفصله أما أسوى حجة غيري هذا أسوى دكانين أسوى والدنتي عاسي أسوى مدي دبي أسوى أنا قرآن كخليني أسوى معصي كجرو دينتي إلهي كفك مر خوف كل إنتو كاسه وحكم إنت اللي مشحون أي كم بعدين سأقول لي هاي صدق هذا حديث كان تلميذ يا وريي ألفاظ بظن يقول لي هاي ألفاظها كل عمود حكوا شيء يعني إن تها ألفاظ معللة اللون يعني هذا هاي لكن إسلا حديث كان لفظي كان صدق هذا عرض على إني إني دميشو لمشحن إن معناه كابد بادس إن كل من بخاري يكسر يعني والنبي كسر صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح. إن الله دكتور حكاية إن ما فرنا نتكلم رواه البيان إن هو إنت وديس لكن أنا وحبو طلع جاي هذا جاي كبر الفهم سبب حبو طلع جاي محرم هو حبو طلع مبهم خاصة وقت ما هو مبهم بين المحتاج حديث كان صدق زلم في ضعف لكن صدقنا الوحكة حجابته حديث من الناس وبخار المزمزر وصحيح معناه من الرباية صحيح حديث كان صدق ابن عروف تقي مصاري السوء وناك أبو سبيس مالا أكون جميلة مالا حن أكون جميلة إيه كان بالبارنسة صحيح واحد إن شاء الله اصنع جميل ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصل الا النزاع فلو ولي لو لا تزن ولا تشغل شغل ولي لو لا تشغل حتى تذكر كم مش ولا مش لازم كما حضر في المال ما كبر وانا عايش حسي والله ان مريزا كل نسا لانه كهذا ايات القران كهذا حسين لعبه شنو قال له فوق هذا حوله افعل خير تجي خيرك وانا جزء شريف وصدقه السر صدقه السر تطفئ غضب صدقه السر احسنت الهي علي سعيد أي النساء وصلت الرحم تزيد في العمر قرابة الحنين عمري ولا أي كل النساء إما أحمد حديثة من مشرح عمره عمري قال إلهي وابع مركب عرش هذا قدرتي وقل إلى وقت العشاء قدرتي أي إلهي مرات صدري عمري قال أنا أبو الله سبحانه وتعالى وقلتي تقول لي مرسلتي محمد إيه عمري قال زيادة بحيتها حليل 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 لا يحس ولا يرى ولا يحس كاملا مسرشا مطلوب فعلم المريض وعلم يرى ان يرى ان يكون باكيا
صناعية نوريحة التخريم لنوحوها عمر عمر الله بركيه سبحانه وتعالى صدقها السنة خليها من الله بركيه عندها لكن مرك خطفتها الضوء بعض الناس مجيب صدقها قالت غيقون دينا في عندها محمد رياء صلى الله الله بركيه إن تب صدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم تصدقها باللسان فشيء ألف فيها هل نبقى لسانا مسألة فقراء لسانا؟ أي كخرة حدث لسان شيخ الألباني يصحبه هو حدث صحيح حدث القدسي وبخاري قصك سوى لي نبقى لسان الله يكرمه يوحي الله يوحي يا ابن آدم أنفق وانفق عليك ورب أحصل عن مسير هذا كل ما على باب جهو سليت النيوت قبل إليه ربنا حالك جي قضي هذا قام بصصك قم رأي هذا صدقة ويسك من دور بها إذا يقول لي جديد إذا يسمي اليوم تدقيقا عامه ولكن محيكو صبار الفطرة دين يلوم البالي سواحد الدين زين لكن محيكو البالي الدين وصلوك البالي الدين مركو بقن في سيقال في سيقال الدينية حديث الله خليل القرآن الله خليل ما دعاء إن أنا مرحب ربي قرأت تدريج دي سنة من لكن أخذ ربي شكرا بها ميتا ليس كل بلا مرحب ربي حرج الياهين لي وإله لما الياهين لي وإله لما حقيقة وحديثة أنفق أنفق عليك قف قرن الياهين لي الياهين لي وإله لما حسن الله إلى أن روحه به أنها مسيرة. إذا واحد حرم الملك واحد حسدت يقول لا يحبس الله. صدق هذا وحكاية سيدنا الإنسان دبري كان كاسد. النبي قف ما أنت موجود هكر في اليوم دبري وجنة من المعصية كلهن وهو مجرم. من سبق من روحه به ضد هذا المعنى يقول له إنسان أنت إنسان أنت غير معنى. يقول له والله لو كان للذنوب رائحة لما اقتربتم إلي من نتن ريح كل هذه الذنوب أي عرف هذا دم 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 هذا عرف أنا إنسان إنما أنا إنسان إما شو بقول إنسان ربما يقع دم يروح صدق هذا وحكاية إنسان دم أيضا سؤالين انتم صدقات في النعمة هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم لأن صدقات وحدود كذا دم نافع يا سبحانه وتعالى قفتك الدم بذاك العظيم والله ما تعلم الخير أيها الأحبة صدقات من كان بحسن جد وواحد خطورة وكان علي عرض إليها الإيكاب كان دمي نساء خاطر محمد قبولي من نساء انت اصد رياك ونصر سرعتي اي كاح حجاب سبحان الله تعالى عمر الخطاب قال لي ما كان له حبه نيم احنا صلى الله عليه وسلم حديث في دار وكهل جريم في دار مكه ما نسوا نيم احنا حديث يا نوعا سحبتوا رسل سؤال مين مؤمنين رضي الله عنه حذيفة يقول أنا نسف على واحد سنة بيه نقول شكية بيه حذيفة يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكثره الصلاة والصدقة والمعروف نبي يقول شكية قف كان مسلم كان في النقود دكتور عضو كل عام بلا يكون دكتور السنة يورد كيسي عرب كيسي يدرس كيسي وحكى لقى يكون صحيح الصلاة يصد قرم والمعروف يبنى إلى الجنة صلاة صدقة يبنى إلى الجنة
كتبت ما انت اقول له يعني ولا يعني في النبي وكان صلى الله عليه وسلم كتبت امام دوله صلى الله عليه وسلم قفك عقلي له يكون هنا حيران كلنا طب ما انت عايز كافي اختر على روح انت وصلاه اخر زمان النبي شيء صلى الله عليه وسلم فتنت انا بنت عين ودك الى رجل قربال الجوع ماذا انا قال كان عام يقول بنت الهي اردتني اردت ان اليها بنت وحنقص هنا خطر وحاول ان ابكي ودك الى غصب الاحياء مش العظم الله حز وحده الياء نودي من خندق كياعي الياء نودي من خندق كياعي سيادة لما كياعي هذه نور الدقلة كمرة كمية على هذا صح لا صح لا اسمع ما عندهم من ضم ولا هم لكن هدي ما انت من الناحية شفت انا عشان يعني قول الوحيد اللي هداه ما يقول عليه صوما لكن ما عندي اعرف حاجه كلمه يا ريت ما تقولش قال يا شباب يا ريت من كل هم من كل بروسيس إذن أيها الأحبة انسوا ما يطلب هذا الجهد اسكتوا بناتكم أيها الأبناء حضران استقبل قرار الدين إلى أنا إلى أسنان وعشان لازم لازم هذا بري أمان هذا مسلم تعالي سببتا نحن شيخ ممتع أي دين نقول ده الإسلام قال موسى أيدي في سورة المؤمنون سورة المنافقون قد مركم لنتم حمرنا يا قد مركم لنتم شراد الكو وشراد الحيطة فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ها فأصلي فأصوم فأحج لا فأصدق وأكون من الصالحين فأردم هذا وحيد إيه علمهم حسن الله ويكرها مورنين وسوما يمورنين واحد بحسن الله ونظر إليه قفك أرن كان كشغاينا الوحيدة يؤكد ما أنت قيام الصدقة عند الله ما كانت عيادة يو منزل عيادة فأصدق وأكون مصدق أيضا معاذ الجبل طلع عنه قولي هل أنا وحنا نبدأ نسوي سفر سفر أنا وكل جماعة أيام لا أهم قدر أنا وصل هذا حتى نبي وبكي نزل من الدنيا أدي احترامتي سفر كل ساعة أيوه هاكي نبي وطلوب كداني لأن أنا حقيقة نهاية وقد يسعي حقيقة بسمعنا يا أكام أفرطوك بحلة سوعة بيان بلاوه صوما سحب نوع أخوه هنا وكان فرصة إلى وحوله حول رسولك أبلوك بل عمل أي شيء جينا ذلك اللي نعتنا يفهم إياه الله أكبر هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله رسولك أبلوك اي شيء عمل جنبها وقل لها على تنين ابي اخونا لها انتوني ما وقف اسحق النبي عائلة على خير بيه اسحق النبي محمد يا قاعد سكر البري او انت احسن ان يكون لك تربيه مركب بنت حلوه كل ما يرى ولا اقرا ملح قاتلك والله من
ونزلنا بعد نفسي خمسة وثلاثين كتلة جاء روحه قال انا وحالي هتكهر كان يعاوز كنت تكيب كنت من اي كنت تكيب كما ذا يبعوه نزلت على النخلة فقال للنخلة استمسكي بنفسك فإنني طريقة عنك قال النخلة والله إن يدها المعروضة ما شهدت به إلا هددت علي فكيف أشعر وعندي راحية عني كان يعاوز كنت تكيب أكيد بين الدنيا تشعر هذا وكان يعرف كان يوم تبدأ كان يوم أنا أعلن دولي صلاة كان يعرف هذا حسنا يا كتر دولي زمي يا الله يا ويمن أنا أقول رأي بس أكيد يا أخو بلا يتكلم كيف تقول أقول لي أنا أقول لك مزوديس وانت أقول لك أنا أقول لك حتى أقول لك مزوديس يبقى لدولس كواحد أنا أحكي شيء عن مطعمية وأقول لنا إنه قد يكون المزيد الله سينه إنه كسر الجهة في أسئلة المطعم وأداء ساحة تحياتس الله يا كلام لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايع لك تحت الشجرة أيها الأحبة معاذ بن صفوان صلى الله عليه وسلم شيء وين وفضوله وفضله وفضله الله عام أنا ورشدك يلي صلاة الدكور زكال به صام رمضان صام حج بيت الله الحرام حجي كدبني وحبولي ألا أدلك على أبواب الخير مكوت الماما الباب الخير مكوت الموشة وحبولي الباب الخير خير مكوت الماما حبها قال الصوم جنة صوم كوارك عشان والصدقة تطفئ الخطيئة صدقة من الدم إلى إيه كالنسى كما يطفئ الماء النار سيدا بيهدك الدمين يوقفكم مسلم كان عبين في سعد الله يستاجع إلى آخر الحديث حديث محمد الله وحده نيل مكو الشيء وحده مكو تماما البارة الخيكة حكود صلى الله عليه وسلم صدق الله منها دمي عليك الدين كلا قيسو عوان يعني كدمي قيسو فلذلك يا أحبة حديث ما صحيح قال الله سنة هو حديث صحيح حديث من ركول حديث من ركول نبي عليك الله فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء ما كان نفر الله حقا لما القيامة أما صعته وحي من بيت الدين سيكون راح يسمع هاي ووحي الشكاستي وأسأل عنه تعب هاي أيها ما أنت سيئا حدث كان أحمد يا رؤية المدينة والأسأل المدى وحدث صحيح أنا إلى الجنة عرض وحي أن أنا الدين كي نوك بغرى ملك قرمان وحلا لا فائدة وحي تاي وحي من قليها فحنا لي جني بجني وما لو ما عارف وحنا لي مصر إلى أن يكون هناك مصر شطور الجبل كأنها جان وحلمتها جان تطلع وحنا نقول فما جان جني تا جني ما نقول إيش شطور ما سمعنا قتل مستع جني وتبع منها ما عرفت حبيت ما ما مس 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 كبير نوع من الثعابين كبير أو واحد نخسى معناها وقال صوبها قلت لي ما الكسب قلت لك ما الكسب يعني آخر يقول لها يا سيدة الدنيا وقالوا من هي سيدة جامعة وحين نقطين مسكي جامعة هو يوم من الناس نخسى وقال صوبها جنة جنة واحد يقول بهم عليك رسول الله مرغان قال إن شاء الله جنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله يقول لنا أولا أنه كنت عرش وريدنا إذن
ko ajinna ajinna wajhu jalil jalil ka ona ka wa sujo hajani lo bi o majnun ri ya rasul majnun ka majnun ka hala umar ari akhli si ala ko bet sama wa sum juna ha ka sha Allah hijab ka hijab ka ka ma ra ka نبي اسلام يقول كعب بن عجل يا كعب بن عجل الصوم جنه وصدقه فطريه وصلاه قربان او قال لها صومك ولكشان صدقه من الدنيا اي كانت ليس صلاه وقربان الى الوارث رايتنا برهان برهان يحطنا من اي برهان كله يعني عبد بكر صوم على شفتين نصر برهان لها مقتولي هذه ابراهيم قاطعه قل هذا برهانكم من وشيء حتى نبهنا بحرب الله صدقان الماكة من نسقى نسقى ويثي أنسى نبي عزيزي يقول ما نقص صدقان الماكة صدقان من هذا أبياتي نقص خالدت حول صدقان ربي كما إمام نقص نبي حديث عصب ركودة قلوبة ولكن نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهم وحمقودة على أليلة من أبطل وكودة على لا يعيش مال من صدقة مال صدقة يبقى هي من سقامة فتصدقوا صدقة إسلام إمام صدقة يا ربي حديث كتبه صحيح وكودة على صلى الله عليه وسلم أيضا ما تنسوا الله شو تلقوا ينفقون أموالهم في سبيل الله كما تري حبة أنبتت سبع سنوات يكون سبل مئة حبة والله مضاعف من النشاء هل شيء أحسن يساء تظن هذا الناس في رمضان مضاعف سبع مئة ضعف والله مضاعف من النشاء ما تري حالك على سبل ما تقام ودرك الله من جل وعلا دك تودك جل وعلا تقام ودك هذا دك جل وعلا تقام ما تبحث عنه حديث لي هو ما قش يبقى حس هذا بحث ويقوم هذا بحث بكل الله يوم ما نهب ننهب النوع صار تعبانها وساسها كان سين وأختي وحوه بحثني أدي أنت أبي وأنا الله يبارك الله يكرم والله لا وانا شيخ مجرم ولا لكن من جرم يا جرم الله يوحنا روح العصر فتخلوك قلنا حديث يا عمي يا عمي صلى الله عليه وهو حديث يا عمي وليه 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 عدوك يا عمي صلى الله عليه وسلم فتخلوك فتخلوك يا عمي يقولين انت كان أصابها في الشيخ مصلحتها عقل المدينة كانت تتبقى بحيما نكرم
نبي حسن الله صلى الله عليه وسلم قف قصد قف قوسي كعان سيدي كل حمار تبقى عان تغلاه يقول لي عيسى أريد ما لي عجيبه إلا هنا وكوبر قالنا يا سيدي أحد كينا وحتى وليه نجيه وكوبر قالنا أيها الكوبر قالنا سيدي جبل يا قلت حيرا بحستي إلا هو كوبر قالنا يا سبحان الله إنتوا بسينا يا وكوبر قالنا من جاء بالحسنة دي ولا محلة عشر محلة هلا عسى كمان إذا نقفك إلى الحبة وحانو سنة أنا ما أروح مروبا يا حسنة المين هي يا حضرك اسم مطلب حاسك وصوت الوقتي قربنا ولا جوبا أما أسألة حاسك وصوت الوقتي تعاملنا ودي سكتوا عليك حب مالك تتغيش أنا أحب قف حاجة الأولى لله دي بكوها صدق يسوع ما هو ما هو بها أرى دي بكوها يلا يلا قال سبحانه نبقى سبحانه سبحانه شيء من هني كسنا الله ملاك الله حكوا لنا الله يملك روح بحسن وزيادة الله يملك عند سلامة لا بابا ما هني كسنا ما يقع من ما دعي سبحانه ما دعي من هو هذا؟ هذا يسوي لنا ساكن مع أصلي هذا يشير بأصلي حوارك هذا هو أصلي لو حوارك تعالى إن ألقي القدس تلك قال بخيل من واحد قال بنا كرو علي بخيل من هو قال قل لي سوء إلي جواز كان بل نشو متلالة يحديك لها بروك إلي قبل سيشير اللي قلت أبو بابا كان قوة مساعدة حديثا ابن خزيمة الأولي والبزار والحاكم وأحمد وصحابه
هناك سوق كشف والنسوق وحياة كاملة ونسوق عالم وحكينا بلين شيطان وكانت مدينة لقد قلت لها خطوات الشيطان أخذت معه خطوات من نسوق الإيمان أيضا من يحب بس أنت غلب حيث يسعى علامة أفكر مني مقف واحد حسن ومقف مؤمنك حتى قال الله تعالى نبع سنة أبريه والصدقة برهان برهان حول علامة تسيس وقف كان مؤمن يعني هي تنسي وقف حسن يعني واحد البخاري مش حسنا وطمانا من ودقوا صلى سفرها هذا هو الضرور روميك وكل كيس مرأسا ضرورة الأمر يوليها بين الهبل من هبل من هبل بين ستة كلها ضرورة الرحمة ضرورة ملك الداري به أيها الرحمنك وأكل منه وبدار كجرة وبيه كالحاجة الله سبحانه به رب الداري وبير تيسي ورابنا وحايستان يا مدي سايستان هذا سؤال اليوم حياة شكرا لك شكري هنا نباتا صدح على قيمها ولكن ثمارة حصاك بلتا شفعي صدح على قيمها مدينة كوريا مدينة أنا أعرف يا أولاد قد صدحان مساكين الفرنسية سأسوي لها صدح على نعمة سوسية أيها الحبة صدقات يعني من محاولة الدنيا الآخرة قبل أكون جديد إلهي هو يرى بسبب صدقتك حكم يرى سبحانه وتعالى حرم وقوها سبحانه نبقى صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أو أحمد المسلم إن الصدقة لا تدفئ عن أهلها حرم القبور صدقة لا تدفئ من النساء ذاتك قبور كنون كرالك قبيرة علاقة أهلين كد من النساء وإنما يستظل المؤمن إنما ينكر ما ينقف المؤمنك ما أنت قيامه ما أنت قيامه وهو حسنا يا صدق ليس يوم لا يدعو عبان ولا بنون وما أن بيد العلماء ذلك قيلين نجا محرقيا ونقا ما أنت سمرين ما إذا كانت أنا عادت عادة إلى وما أنت الله سبحانه وتعالى وكل شيء أن بيد لكم بالدعوة الله جمعنا ولا يقرأ قوكيني إبتكيني إدوكيني هدين دير المحل كافرتين هنا جوابا سمعت يا أخي نبي نوح قال قنقر يا دنيا قنقر أقول دير المحل كافرتين سمع جواب يا زمان سوحفظ زمان ما بحبه ما نبي نوح أن بيدي نرى فضل بني تلك الرسل فضل بعضهم على بعض ومن عامل الجواب هي ابن عباس عليه قيامه اكل نار جهنم كوحس اكل قرحت سبعه اكل اردت اني عامل اكل فقلت بلاغا الجواب كما تحب شكو عنك هذا ام يعشو انا اجمع انا اجمع انا اجمع يوم يجمع الله الرسل
ما لنت شغينا ما لنت طعمنا يوم الحسرة ما لنت غشران دورا يوم يمر المرء من أخيه هو يوم يا أخوان دمه يوم أولا خشى عليك الرسول الجادية جادية وأرية قفك جلب جلبه وفتانه جادية داوم الله بالصلاة. وركود داوم
وكان كيمس بها ينكح نفسها. حديث ابن حليل اكثر من 12 روايات كلها معلقه كل واحد منها. لكن الشيخ الالباني رحمه الله عليه لفظي الفاظ كل الحديث كله صحيح. حاليا انا حديثنا قدام معكم صدقه وكان كنا كنت رايح تغار والباني ضعيف انا اقول له واسع الباني مو صحيح. حاليا تروحي من الولايه بينك وبين الصحيح عندك بينك وبين التراب وحوش الحديث ضعيف يعني لكن في الصحيح والولايه حديثنا هو صحيح يعني وعلى حال اللفظ فات لفظي يعني انا اللي وكان كيما كنت ولاية تمام نبغى كسرتها لكن تمام لما رواية ولاية حديثها مثل كستور لا يخلو من إلا وإن لي فهم حديث لفظية وكان كيما كنت ولاية تمام صحيح. حسن من الباري رحمة الله عليه صحيح جامعة أي واحد محمد صوته كبير سلفا بدون معاك سلفا تنكرين وحمد صبح كستو حمصي يعني ونكتب على الهلال يعني اختار كستو انا ولا كستو حشاك لكن اختار الله سبحانه وتعالى. الشافي هو الله سبحانه وتعالى. اضرب كوها مال كوها بالطبع قفا وقتها قفا وقتها تعبان بها وبعد صدق الله كلام محسوب عليك كلام محسوب وأركز والله إني لا أعلم ورغم واحد شيء ممكن يسمع وحبلا معه أنا جواحد عن كل ولاهي مشاهد بيت الله عبد الله هذا الشيء هذا واحد يتمد والله ما وش الناس كانوا كانوا ده كنسة مصطفى إلى ما يقول لي زيد قول يسوع الله أكبر سبحانه وتعالى حين هذه مات واحد سنين دم وليقع حين يسوع حين السؤال المقابل وعرب أخر من مرسوع يتحلى السيني وخبيسو لكن إليه سنة سنة وحسو من القوة بمناسو قف إكتا ولدان حمام ستان جيفو خلاص سبحان عيسين أما قف ببن الآن صدقة في عدسين والله إلا غير محبوب له إذا صدقت مع الله فالله سيزور معك. هذا إله كلام شديد إله المكالمة بين عسين فوالله سنة يسير يسير سبحان عيسين كان صدقة في صلى الله عليه وسلم. وواحد عليه الصلاه والسلام انكبر البلد. وحنا كنا دائما نرجع حرام سنه. صدق يا اسلام. سرناها لين نقطه. عمال يكون بحر. وحنا نقول له صدق الله عليك يا جد قرابه كله. هذه يكون باهين. سيفوني كان شايف يكون اتصفوا به. سير لا بقى جاي كيف انسان. من مؤكس الله سبحانه وتعالى قال الله وشيخ شيء مجرد الله يكره الشيخ عادي في يوتيوب قال يكره إيه ناس كبروا صدق هذا بحثه في بكوها صدق بحثه إلى أين كلام الشيخ الله أكبر سبحانه وتعالى أمره بين الكافر والمؤمن يعجزه شيء هل يعجزه شيء كل مبلغ كلام وحلال الحدود وحلال الماء أنت هكذا أول مرة سلف عمر الخطاب وحال يقول له وحال يشي اعماش ما نفي يا من اني تهتمايا ام اما اني تهتمايا مثل 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 العين وفاكسة عمر روح الله عنه الصدقة تقول انا اخبرك استغل الحوار ناس انا اللي مو فاكسة صحابة الابان رحمة الله عليه في سورة ابن ماجه ابن رسول الله عنه عليه اني لا اعرف اليوم لو رجل له 100 ألف ما كان له يوم يجيب درهم من واحد مسلم
بلاغين ايها الاخوه هنا ويصدق الامام سفيان الثوري وحريه يوم سفيان الثوري وحريه مروا كنين وقفوا على واحد سنه وكبحه مروا ودور سنه الباب زي ما وحورها مرحبا بمن جاء لغسل الذنوب ويلكم منك اي من الدروس اللي قالها في قربها ما يبعلنا الا قاتل مع عليك يحملون أزواجنا إلى الآخرة بغير رجعة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله. مرة من قفنا وتدرسي حديجة ما شاء الله تطفي عباده يا سهيلا يا نوح سهيلا يا نوح وآخرين وقيسان يدوح يا بابا وميزان يوم القيامة مشاء ايوه عبد الله مبارك حسن الدرين يا عبد الله مبارك وليك انا عبد الله مبارك رحمه الله عليه من درس كتاب حاله وحكى صبح لك صبح مركز ديكي كيس جاي بيت سكست الدوله صار وقت ما قال ليش نك هو داري عبد الله مبارك يقول لي بحيث انه حكى صبح عليك لو ميزه مجري كيس اذهب واحفر بها ارض من الامان على الخط من الامان على الخط هيا ضدكن ايدي جيدين بينا اليوم بعينين فاني ارجو ان الله كان يدعي سبحانه وتعالى ان تبقى هناك عين يمسك عنك الدم وحيلاقي كان يدعينا الشر وحاول إلى الإمام الذهب السير على النبلاء المجلد الثامن 407 سومالي وسبعة دب وذكرت الوانا على الفريست على الفريست حلاي كوسكي تذكر كوسة تقيسون يبقى كوسة حلاي فرقا أكسوا على الليل عرض يا كالتميسة دمي قال لها بلا كوسو سعوتي أبيه لك عرضت الإلهي هذا قال حجابها ما أنت قيام الوحى حسيسة صدق الله كلها قبولك قبول كتن عذابني إلهي من أكتو قبول جلالة سبحانه وتعالى اضفقوها يا والله هذا إخلاص وتني وبالله وتالله لا يوقع على الناس صدقنا ماشي كبحنا حرارة جملة أولى وقدرنا بحيد تاكل وحرارة صدق يسوع حتى الحرارة هاي سنين هذا هو صدق يسوع دينتا ندين عجيب وراء هذا وراء هذا وكرة أبيه ومتي أدرم فرحاني يا العبوس القهوة كلهم انت صدق الله ايها الحبة بلايين وحملين ليه بلايين بفضل الله تعالى صدق ان صدق يسرنا لهين حوله من الله يا سبحانه وتعالى بلايين مصطفون لقريبا يا شيء دام هذا نبوه على السنة إلهي سبحانه وتعالى ونبس ليه يقاوة الله سبحانه وتعالى محمد قد يهد الحوله والضرية هذا وصل لهم على محمد وعلى الله سبحانه وسلم اللهم اكبر اللهم اكبر اشهد ان لا اله الا الله
صلوا صلاة المودة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يفلح الكافرون.
يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله